رغم كل الإمكانيات والأسلحة التي تملكها إسرائيل، هي تصر حتى الآن إلى استخدام سلاح التجويع. لماذا تصر على الاستخدام أو الاستمرار في استخدام هذا السلاح؟ لأنه هذا عامل مهم من حيث يعني فقد العلاقة والثقة ما بين المقاومة وحاضرتها الشعبية. هذا يجعل الناس يعني للشعب عادة قدرة على التحمل. نعم، هناك صمود أسطوري من مقاومتنا الفلسطينية ومن شعبنا في قطاع غزة، لكن كمان يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن هؤلاء هم عبارة عن بشر. هؤلاء لديهم أطفال، الأطفال بحاجة على الأقل للحد الأدنى من الغذاء والدواء. لا يمكن للشعب بهذه الأوضاع أن يستمر الصمود للأبد مهما كانت عزيمة وعقيدة هذا الشعب. يعني هناك لأي شعب في العالم قدرات على التحمل، وبالتالي إسرائيل تدرك ذلك تماما. إسرائيل تدرك أن عملية ضرب البنية التحتية بهذا الشكل منذ 7 من أكتوبر لليوم هي من أجل خلق هذه الفجوة بين الشعب وبين المقاومة، بين المقاومة وبين حاضنتها الشعبية، من أجل جعل المقاومة تحقد على الشعب، يحقد على فكرة المقاومة التي أوصلت الناس إلى ما أوصلتهم إليه في هذه الأحوال من تدمير بيوتهم وتشريدهم. وبالتالي الضربات المتتالية، إسرائيل تملك رؤية في هذا الموضوع أنه ستفتت عزيمة الشعب الفلسطيني وستفقد الثقة ما بين الشعب والمقاومة في هذا الموضوع. نعم، لحد الآن لم تنجح السياسة الإسرائيلية على مدار أكثر من 4 أشهر، لكن ربما إسرائيل لا زالت تقتنع أنه مع مرور الوقت ممكن أن تنجح هذه السياسات. تم تحذير إسرائيل من قدوم شهر رمضان وأن يبقى الوضع على ما هو عليه الآن. هل تستطيع أن تنجز إسرائيل شيئا مهما قبل شهر رمضان، والذي لم يتبقى عليه إلا ما يقرب من شهر أيضا؟ يعني يجب أن لا نراهن على موضوع شهر رمضان. بالعكس، إسرائيل حتى في الضفة الغربية شهر رمضان هو شهر الاستفزاز للفلسطينيين، هو شهر التضييق على الفلسطينيين، هو شهر دخول حتى المستوطنين لاستفزاز المصلين في المسجد الأقصى. وبالتالي إسرائيل ليست هذه الدولة التي تراعي لا حقوق الإنسان ولا حقوق الأديان، وبالتالي أكيد لن تراعي موضوع شهر رمضان. ربما تخفف الضربات، لكن إسرائيل لن توقف الحرب من أجل مشاعرنا كعرب وكمسلمين في شهر رمضان، ولن تخاف على مشاعر الأطفال عندما تقتل عشرات الآلاف منهم في هذه الحرب. يعني إسرائيل أبعد ما تكون عن هذه القضايا التي ممكن أن تشكل مانعا بينها وبين تحقيق سياساتها. وإذا كان هناك نقطة أخرى، أنه هل إسرائيل تتخوف من العالم الإسلامي عندما تضرب في شهر رمضان؟ العالم الإسلامي الذي لم يتحرك على مدار كل هذه الأيام الطويلة من المستبعد أن يتحرك أو أن يستفز في شهر رمضان. إسرائيل إذا كانت هناك أهداف عسكرية استراتيجية ستحققها حتى خلال شهر رمضان ستقوم بها ولن تتوانى عن تأخيرها أو تأخرها في هذا الموضوع. نعم، تحاول أن تنجز شيء قبل شهر رمضان، لكن إذا بقي هناك أشياء ستقوم بها خلال رمضان لن تتوانى إسرائيل عن القيام بذلك.